قوية من زاباتا. هذه انذار للاعب ماركو روبن، في انذار لماركو روبن وفي انذار لناس ديارا. هذه ماركو روبن اللاعب اللي امامنا ده، اللاعب الارجنتيني، لاعب السابق في فريق نادي ريكريتيفو، انضم 2009 من اللاعبين اللي لعبوا في روزاريو ولعب في ريفر بليت وصعد. Attention là encore à cet accrochage. Et carton jaune pour Marco Robben qui a déjà été averti. A priori, il doit être exclu, Marco Robben. Pour moi, il a pris un carton jaune en première période.